شباب هاي مثل ما انتم شايفين هاي شفتين فردات تبع قوس جمعناهن على بعض سويناهن قوس وهاي شفه هون بشان الفضاوي وهاي راح نشده هيك مثل ما انتم شايفين لهم قوية كمان يمكن يصير أقوى هاي صار عنا قوس كامل هلا تنحت هدول زيت نحطن هوني كرمال اذا حطينا الجوتات لا ينقطون الجوت هو هذا اللاستيك اخواني نسميه جوت هاي الصنديل هاي هلا بدنا نحط دعمنا هذول مثل ما انتم شايفين ثلاثة أربعة اخواني هذول اللاستيكات هن هالكفوف بكفوف النايلون عرفت عليها مربع تقصوه من هون تفتحوا خط من هون رح تحصلوا على هالطول هذا تقصوهم بالمقص رح ياخذوا الكفوف هذول رح ياخذوا الشكل هذا ثلاثة أربعة فوق بعض تكون أربعة أربعة فوق بعض هاي تنحط هيك هاي بدنا نشدها بهالطريقة قدامه عشان لا تفلت ما يجي نفس الشكل هذا هذي بدنا نحط لها شرشوبة تزيينة بلا الشرشوبة مو يصير ابو حمود تزيين
العملية صارت هيك. هلا بدنا نحط الكفة تبعها. هاي الجلدة تبخشوها بخشين اخواني، بخش من هون بهالشكل هذا وبخش طرف تاني. نشده يكسر عنا يطلع يطلع من جربه عمو بحمد طب حط لك هدف قنينة شلون صار عمو بمحمود؟ كويس فيه والله عرفت من طريقته شلوني؟ ايش تصيد هلا ابو محمود؟ اني ارنب اخواني هلا تجي وتصيدوا ارانب هاي بس اسنا موجودين هون بالبقشة عندنا اخواني يا ابو محمود نجرب السلاح؟ هذا الهدف اخواني هلا بدنا نروح على بعد 13 كيلومتر لهنيك بدنا نضرب فنجرب السلاح Thank you.